بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا لأرضك أيها الشحار، عدنا لأرضك أيها الشحار، والأمر بلغ والقرار قرار، ما اعتاد أهلك أن تباح ديارهم والأرض ما اعتادت، فكان الثار سرجت خيول الحرب فوق جبالنا وتعالت الصلوات والأشعار. باسم الإله على خطى أحبابه بدأ الهجوم ونفذ الإنذار. باسم الإله على خطى أحبابه بدأ الهجوم ونفذ الإنذار. إنذار من قتلوا وفي نبضاتهم صوت يقول بأنهم أبرار. إنذار من ظنوا العدو مسالما فإذا به متلبس غدار. إنذار قاض لم يشأ أن ينثني عن سلمه فإذا السلام دمار. إنذار من سقطوا وفوق زنودهم حمم البنادق تصطلي والنار. إنذار ذاك الشيخ من خلواته انتفض الحسام وزغرد البطار، فإذا التقى في أصغريه رجولة وإذا العبادة موقف جبار. بدأ الهجوم وفي العيون مشاهد الغدر عنوان لها والعار. بدأ الهجوم فأي شعب هاجم بل أي جيش، ذلك الهدار صوت الشباب معانق بحدائه صوت الشيوخ، ويعصف الطيار فكأنما شهر التقلب عنده قلب الزمان ودانت الأقدار. فالوعر سهل والصخور وسائد والنار تؤكل والظلام نهار، والموت يعرفه الرجال فلا به هم يأبهون ولا له مقدار. هبوا إليه وفي القلوب دوافع نحو المقام وفي العيون شرار. هو جيشنا الشعبي، هو جيشنا الشعبي مذ حمى القضا اخترق التلال كأنه الإعصار. والضابط الوطني مجد فعله بطل أبي فارس كرار. والضابط الوطني مجد فعله بطل أبي فارس كرار. وحصون عين كسور كم شهدت لنا ومداخل البني والأسوار، وعلى تلال عبي من دم شيخها فوق المطير شعت الأنوار. نادوا نادوا على اسم أميرهم فتزلزلت أرض الأمير وزاغت الأنظار. وانهار جيش الغدر في أوكاره واستسلم الجندي والمغوار، فإذا الشجاعة عنده إطلوبة والخوف خوف والفرار فرار. وكأنما الجثث العتيقة قومت والرعب خيم والعظام جمار، وكأنما كل الدمار قنابل والأرض والألعاب والأحجار. وتحررت أرض القداسة والتقى والحق عاد وعمت الأخبار، واسترجعت بيروت أنوارا لها خنقت فعادت بالنضال تنار. وكأنما التوحيد عاد مكللا بأميره وأعيدت الأدوار، وكأنما التاريخ لقح مجده بندى الوليد فكانت الأسرار. وكأنما التاريخ
لقح مجده بندى الوليد فكانت الأسرار نفض الركام عن العروبة فانبرت حطين واليرموك والشحار لتقول للدنيا بأن جبالنا قمم وما فوق الجبال غبار كانت وتبقى حرة عربية ويظل منها يولد الثوار. يا أمة بالسيف حصن مجدها والعقل فيها سيد مختار نحن الأولى كنا وما زالت لنا في الأفق تلمع بالجهاد شفار نحن التنوخيون من قرآننا تستلهم الآيات والأسفار نحن العروبة نحن سيف رسولها ورجال آل البيت والأنصار نحن الذين تكللت أيامنا بالنصر وانقادت لنا الأقدار جئنا نصد عن الثغور جحافلا ونصد عن شطآنها ونغار ساء الصليبيين أنا قوة فتألبوا في غجهم واحتاروا نفثوا سموم الحقد في أجوائهم قلنا لهم لن تصدأ الأقمار قالوا ارضخوا للحكم لا تتمردوا تبا لحكم قاده استعمار قالوا لنا الأسطول جاء فسلموا قلنا نقاوم لا يهم حصار قالوا ارحلوا وليصمد الأقوى هنا قلنا الصمود إرادة وشعار فإذا البقاء بقاؤنا ورحيلهم حق ونحن السادة الأخيار شعب الكمال مبارك لا ينحني بل ينحني من غيظه آذار يا سيد الشهداء فينا لم تزل نهجا تجمع حوله الأنصار مذ غبت عنا والنضال مشرع وإرادة التوحيد والإصرار نستل فكرك والحنين يشدنا نحو انتصارك والعهود ثمار أبدا ستبقى خالدا بقلوبنا وعلى طريقك تسلك الأحرار مهما قست ظلم الليالي إننا بالحق أسياد المدى وكبار ببقائنا كالطود صفا واحدا لن تعترينا فرقة وصغار نمشي خطى أسلافنا وأمامنا خير الرجال السادة الأطهار وسماحة الشيخ الجليل تزينه عند المواقف هيبة ووقار نقتات من زاج المكارم والتقى وتشع في أعماقنا الأنوار ندعو بني لبنان كي يتوحدوا فالعدل حق والسلام حوار سنظل أهلا للوفاق وثورة عنا بها تتكشف الأخطار سنظل في وطن الجدود أكارما في وحدة لا تشترى وتعار سنظل فيها قوة قهارة يحمي لواها الواحد القهار سنظل للتاريخ أشرف أمة بزعيمها تتوحد الأفكار أبشر وليد فالانتصار إرادة لقد انتصرت وحرر الشحار أبشر وليد فالانتصار إرادة لقد انتصرت وحرر الشحار ختم الهجوم ونفذ الإنذار والنذر وفي والمزار يزار الله أكبر فوق كل مسلط والحق أقوى والطغاة قصار والحمد للمعبود حمدا دائما
ما هب ليل أو أطل نهار، والمجد للشهداء ما دامت لنا بدم الشهادة تكتب الآثار. السلام عليكم.